يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد من فقرة الرياضة. أنا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم. اليوم رح تكون حلقتنا باستعمال الرينج تبع البلاتيس. هذا ممكن تلاقوه بأي محل رياضة، وحبينا نعرفكم عليه اليوم مشان نعطيكم خيارات إيش تقدر تجيبوا أدوات تستعملوهم بالبيت لتلعبوا رياضة معنا. اليوم حيشاركونا سراب وسهى. صباح الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا قايمين ونشطين وجاهزين معنا بالبيت، لأنه حنبلش اليوم من جهة لجهة. إذا ما عندكم هاي الأداة مش مشكلة، تقدروا تلعبوا معنا بدونها. كل تماريننا بنقدر نستغني عنها. حنشد معدتنا لجوا من أول تمريننا، نرفع كعبنا عن الأرض وناخد دوران من اليمين للشمال. اليوم حيكونوا معظم تماريننا شد لعضلات الجسم أكثر من كارديو، أكثر من إنه نشغل عضلة القلب. كمان أربعة هون، ثلاثة، اثنين، ورح ناخد كعب للأمام مرة يمين ومرة شمال. هلأ بدي أشوف إيدين لفوق يطلعوا فوق راسنا وللجنب. كمان مرة، كمان ثمانية هون، ايدينا لفوق، دقنا مرفوع ونفسنا ثابت من اول تمريننا. جود، رح ناخد اجر لورا. هلا لما تطلعوا لي اجركم لورا حاولوا قد ما بتقدروا يطلع لنفس مستوى الحوض عشان نحمي عضلات اجرينا منيح ونمنع اي اصابات بتمريننا. Alright، رح نضيف عليها ايدينا بوش كبير للامام بايدينا، حاولوا تفردوهم للامام. Good، بدي كمان 8 هون نفس محلنا. 8. هلا رح ناخذ ايدينا فوق راسنا قد ما بنقدر، نمد ايدينا لفوق لعند السقف. وآخر 8 هون، 8، نرفع إجرينا لفوق أكثر. 4، 3، 2، رح تطلع الركبة لفوق. حاولوا تقربوها على صدركم قد ما بتقدروا. ممتاز، 8، 7، 6 بمحلنا هون. شدوا لي معدتكم لجوا. 4، 3، 2، اوكي اخر وحده. رح نبلش باول تمرين لنا. نفتح اجرينا اعرض من كتافنا، نتني ركبنا شوي، رح نشد ونرخي هون. هلا هون رح نشتغل على عضلات الصدر نفسهم، نشتغل عليهم لما بنعمل بوش ابس، بس اليوم بطريقه مختلفه. هلا الرينج رح تكون مقاومه لنا مشان نقوي العضلات، نشد ونرخي قد ما بنقدر، نربط نفسنا مع الحركه، نطلعه لبرا لما نشد وندخله لجوا لما نطلع. Good. كمان 8 هون، 8، ريليس. 7، good. كل ما نحمى أكثر بدينا نشد أكثر قد ما بنقدر. كمان 4 هون، 4، 3، good. آخر 2، نفتح ركبنا للجنب. هلا بدينا نقعد لورا، اقعدوا لورا واطلعوا لفوق. شدوا لي معدتكم لجوا. حاولوا تتخيلوا حالكم في كرسي وراكم وعم تحاولوا تقعدوا بالكرسي. Good. هلا حنضيف عليها ايدين نفس الاشي، نشد ونرخي. 8، 7، 6، ضلكم قاعدين لورا. اخر 4 هون، ممتاز. 2، واخر وحده ايدينا فوق راسنا. جود. هلا هاي الحركه حتكون شوي صعبه، ما رح نقدر نشد كثير، بس ما عليه، عم نشغل كل عضلات الايدين. Alright، رح نرجع لهون، نقعد لتحت، نضلنا قد ما بنقدر تقعدوا لتحت وخليكم تحت. Good، حنضيف ايدينا على الحركة، سكويز بايدينا. ايدين واجرين مع بعض. هلا كل ما شغلنا مجموعة عضلات أكبر، كل ما حرقنا سعرات حرارية أكثر. هلا عم نشتغل على عضلات اجرينا وبنفس الوقت ايدينا وصدرنا. Good. 4، 3،
اثنين رح ناخذ بريك، ناخذ خطوتين لليمين واثنين للشمال، وما تنسوا ايديكم للامام وللخلف، اثنين باثنين. Good. آخر أربعة، ثلاثة، اثنين. هلأ نفس الحركة بإجرينا بس دائرة بإيدينا، دائرة كبيرة. Again. Okay. من هون رح نرجع إجل للخلف، نبلش بتمرين اللانجز. أول إشي البولي الحوض للأمام ورح ننزل بالإجل الخلفية، أوكي؟ ثبتوا الرينج بجنبكم هون، رح ننزل بالإجل الخلفية أول، نحاول نرسم 90 درجة بالأمامية والخلفية، حنضيف إيدنا على التمرين، نحاول نشد إيدنا لجوا على خصنا قد ما بنقدر، والمعدة لسه مشدودة مش عم ننزل بظهرنا، الوزن بالنص بين الإجرتين. Good. حنعمل كمان 8 هون. 7. ننزل لتحت قد ما بنقدر. 6. إذا صعب إيدين وإجرين مع بعض خليكم بس على الإجرين. 4. Good. 3. 2. وآخر وحدة خليكم تحت. خليكم تحت. حركة صغيرة. Good. ومفروض بلش يحرقكم التمرين هون بالعضلة الأمامية لإجرنا. 4. 3. Good. 2. وآخر وحدة حنبدل على الإجر الثانية، نعمل نفس الإشي، نرجعها ورانا قد ما بنقدر، نثبت إيدنا بجنبنا، ننزل ونطلع بالخلفية أول. Alright، نشد إيدنا قد ما بنقدر لجوا. أعطوني كمان 4 هون، 4 3 2 واحد، خليكم تحت قد ما بتقدروا، انزلوا لتحت، شدوا لي معدتكم لجوا، اقلبوا الحوض للامام. اخر 8، 8 7 6 5، اخر 4 3 2، نرجع نوقف بمحلنا. جود. ناخذ نفس كبير لجوا، رح ناخذ الرينج ورا ظهرنا، حلف مشان تقدروا تشوفوا. وهلا من هون حاولوا تشدوا ايديكم مع بعض قد ما بتقدروا، نفس الاشي حيكون الرينج اوف موشن او الحركه رح تكون صغيره، بس مفروض اول ما تبلشوا فيها تحسوا فيه. المعدة مشدوده لجوا. 8 7 6 5، اخر 4 هون، 4 3 جود 2، واخر وحده من اليمين للشمال. جود. هلا رح نرسم 8 كبيرة بالعرض بإيدينا، كبروا لي 8 قد ما بتقدروا. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. أوكي، رح ناخدها لفوق وننزل نقعد لتحت، كمان مرة لفوق، ناخد الإجر الخلفية لورا. Good. خذوها ورا الأمامية قد ما بتقدروا. كمان 4 هون، 3 2 جود. وآخر وحدة رح نمشي لقدام 4 خطوات، 4 3 2 ونرجع للخلف. جود. يلا مع بعض لقدام، 4 3 2 ونرجع لورا قبل ما نبدل على الجهة الثانية. Good. Again. Again. ولورا. Good. نرجع للثمانيات عندنا هون بالنص. نحرك ايدينا قد ما بنقدر حركة كبيرة. 4 3 Good. 2 Alright. رح نرجع بالثانية لتحت، لفوق، نرجعها ورا الإجر الأمامية قد ما بنقدر. Good.
alright بس هاي الاثنين هون وثلاثة وآخر وحدة نرجع مارش بمحلنا نضل نتنفس ناخذ نفس كبير لجوا من أنفنا ونطلع من تمنا. أوكي رح نرجع ناخذ كعب للأمام good أربعة ثلاثة ممتاز اثنين إيدينا فوق راسنا رح نتني بس من الكوع للإيد وخلي كوعكم لعندي good كمان مرة لتحت ولفوق خلي راسكم مرفوع دقنكم مرفوع ممتاز عندنا كمان 8 هون 7 6 good هلا اذا تعودنا على حركه هون بدي اياكم تشدوا على الرينج قد ما بتقدروا شدوا على الدائره لما تنزلوا لتحت وحسوا فيه بالعضلات الخلفيه لايدنا اخر 2 هون good اخر وحده ممتاز ناخذها لتحت ولفوق افتحوا صدركم قد ما بتقدروا ورجعوا ايديكم ورا راسكم كمان 4 هون 3 ممتاز 2 اخر وحده الركب للامام رح نقعد لورا ونطلع لفوق نرجع نقعد بالكرسي تبعنا كمان 4 3 جود 2 خليكم ثابتين هون ايدينا ممدودين رح نروح من اليمين للشمال كلنا كل تركيزنا على العضلات المركزية لبطننا good alright رح نوقف على اليمين لاثنين نطلع النفس لبرا لما نرجع للنص breathe in كمان مرة exhale exhale inhale again go exhale exhale inhale bravo ورجوني كمان مرة نفس التمرين لليمين نرجع للنص وللشمال آخر مرة رح ناخذها لكل جهة أوكي آخر وحدة ممتاز إيدينا فوق راسنا اتأكدوا تنزلوا لي بخواصركم مش بإيديكم أو راسكم زي ما أنتم شايفين راسنا حيضلوا بالنص بين إيدينا المسافة ثابتة نفس هاي الحركة رح نبطئها رح نمشي شوي 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 لتحت شوي شوي نطلع للنص كمان مرة شوي شوي لتحت ونرجع نطلع good slowly alright here we go أسرع من اليمين للشمال أربعة ثلاثة آخر 2 وآخر وحدة هون ممتاز أوكي رح نثبت الدائرة بين إجرينا بس فوق مفصل الكاحل حاولوا تضغطوا عليه من أولها مشان ما يوقع وهلأ بدنا نستعمل توازننا نشد معدتنا لجوا ونشد كل عضلاتنا لجوا نبلش بهاي الإجر نسكر ونفتح good هلأ رح ياخذكم شوي مشان تلاقوا النقطة اللي تركزوا عليها أسرع هون good نضغط لجوا قد ما بنقدر نصغر المسافة بين إجرينا نفتح ونسكر أربعة ثلاثة ممتاز اثنين آخر وحدة نقلب على الجهة الثانية ونبلش شوي شوي على طول حتحسوا في جهة أقوى من جهة هذا إشي طبيعي كمان أربعة good والإجر اللي على الأرض شوي متنية أسرع هون آخر تكرار إلنا على هاي الجهة 8 7 6 5 good 4 3 2 alright ارتاحوا ارجعوا لي الرينج بين إيديكم step touch من اليمين للشمال نستعمل إيدينا على طول ارفعوا لي كوعكم على نفس مستوى كتافكم ناخذ ايدينا لفوق فوق راسنا good 8 اخر 4
ثلاثة اثنين اوكي رح ننزل لتحت نلمس الارض نطلع لفوق نرفع ورا راسنا رح نعمل كمان اربعة ما تنسوا تتنفسوا حاولوا تمدوا اجريكم كمان اثنين واخر وحدة هون alright ايدينا فوق راسنا رح ننزل بمعدتنا لقدام الركب شوي متنين good هلا بدي تاخدوها من اليمين للشمال من اليمين للشمال ما تحبسوا نفسكم آخر اثنين قد نرجع للنص هون ثمانية اثنين وآخر واحدة رح نمشي لليمين ما ننسى إيدينا ناخدهم معنا كمان أربعة ايدينا فوق راسنا بوش كبير لفوق اخر اثنين واخر واحدة ممتاز هنسكر اجرينا على بعض ما تخلوا اي مسافة وشدوا لي كتافكم على ركبكم على بعض رح نقعد لورا good وسكويز على الدائرة لما ننزل لتحت كمان أربعة كثير منيح آخر وحدة هاي المرة رح ناخدها لفوق آخر أربعة هون برافو اخر وحده خليكم قاعدين لتحت جود ايدينا قدامنا ركبنا مسكرين على بعض ممتاز اربعة ثلاثة اثنين فريز بمحلكم من اليمين للشمال ضلكم اتفشوا الحوض للخلف ما تحطوا تقل على ركبكم نرفع ايدينا فوق راسنا رح نطلع على اصابع اجرينا وننزل لتحت كمان مره نطلع لفوق وننزل لتحت اوكي خليكم فوق هون اسرع لفوق اربعه ثلاثه ممتاز اثنين اخر وحده فريز فريز حنحرك بس ايدينا لقدام ولورا خليكم مرفوعين على اصابع اجريكم شغلوا بطة الاجر كمان اربعه هون اخر اثنين واخر وحده اوكي بتقدروا تستريحوا هيك بنكون وصلنا لاخر حلقتنا بنشكركم لمتابعتنا ونشوفكم بكره مع فقره جديده باي باي